الممثل بهذا العقد يلزم برد جميع الملابس التي فصلتها له الشركة بما في ذلك الملابس الداخلية والأحذية. بص ملابس داخلية بيقول الملابس الداخلية هنمشي عريانين ولا ايه؟ خلاص يا استاذ قفيش خلاص الاستاذ هيوافق يعني انا هخليه يوافق. شكر ناس ما تجيش الا بالعين الحمراء. بحقيقة الله ده بقول ايه؟ طب انا شغال خالص وتوصل فيك انت والمنتج بتاعك. عيب يا استاذ انا بهزر معاك. خلاص خرج من قدامي. خلاص 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 انا هقنعك. شكر انا هروح ابلغ الشركة بالخبر المبهج ده. سلام عليكم. مع السلامة. تفضل تفضل. مؤاخذة انا نسيت ال انت لسه هنا؟ الله خلاص بقى فاكر اشتغل الفيلم. اشتغل ايه؟ انت فين عايز اشتغل قصاد واحدة مجنونة زي دي؟ انا خلاص قررت ان اقبل وظيفة تعمير الصحاري بلا سنة ولا ركان فارغ. وهيدوك كام في تعمير الصحاري؟ هيدوني 20 جنيه في الشهر. يا سلام. وهتدفع ال 5000 جنيه منين؟ حصتهم كل شهر 2 جنيه هي شغلانة. تقسطهم بقى على 200 سنة. افرض اسمع انت تشتغل الفيلم وتزهقها في عشتها لغاية ما هي اللي تسيب الفيلم ويدفع ال 5000 جنيه. جدع يا وتبقى فرصة انتقم منها واطلع على الدخ القديم والجديد. هما جابوه هنا كمان؟ طبعا لازم يكون لكل واحد فيكم شقه مفروشه شيك. البطله التي لا مثيل لها والبيت اللي خضر دي يعني هيقرفنا هنا في الاستوديو. بالعكس ده احنا اللي هنبظظ عينيه. المعسله يا بطاطا ماشي 38 اول مره. اسمه ابو امل وعنده مصمت يلا نمسك مداريه.
منك خلص انتو البطارية. كل معنى وكل لون الهوى قالوا عشاني، واللي جوا الكراسون مش هيقبل حد تاني. خد نصيبه يعني سيبه، يا ما غيرك بعده جاني، شاف أسى وطيني بدل حناني. أنا مرية أنا مرية، أنا شيك انت وفت انت سيولية، اللي رجع عينيك العشوقية. أنا مرية أنا مرية يا مرية. الانهضاب ده هنا دلوقتي يا سيدي عشان يبقى المنظر طبيعي. لا ده عشان تخربوا بيتي. وايه اللي تعاطي من راسك ده؟ يا سيدي عشان ما اخدش رقص الطيور بقفايا. يا بني ادم ارمي الزفت دي. جاتكوا داهيه. خلونا نعمل لنا تصويره واحده في الفيلم. تصويره؟ اسمها شط يا معلم شط. ما شط ما تفتحناش يا سيدي، اسمها شط شط شط. ايوه شط تاخدكم كلكم جاتكم داهيه. ايه ده بقى جاتكم داهيه؟ انتوا هتخانقوا مع بعضيكم كمان؟ فركش فركش. فركش يعني ايه؟ يعني ما فيش شغل. يعني ما فيش شغل وكمان بيت. انا قلت انا قلت ما فيش شغل. اسالي بس الاستيكه اهي. اما مساحتك مس وانا عشرتك خيشه عشان امسح بيك البلاط. طب انا بقى اللي مزليتك ما بقاش انا، وانا رضيتك ما بقاش انا. خلاص خلاص يا جماعه، خلونا في الشغل بتاع بكره. امال شوف يا ستي، المفروض في الفيلم انك توتي وانت صغيره والحيوانات هي اللي ربيتك. ايه يا سلام، قصه هايله، قصه طبيعيه. مش احسن ما كنت ما تربيتش خالص زيك؟ خلاص يا جماعه مش وقته. في واحد عالم لقاكي وجابك في الطياره انت واخواتك، وجاب معاكي كمان الغوريلا اللي هي ربيتك. في كمان شوية كلاب، أو ما هيلاقوك نازلة من الطيارة هيرحبوا بيكي. ضروري واجب عليهم. مش قرايب البطلة؟ وديني يا خرشينك بقى. خلاص 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 خلاص. والكلاب دول هيكلموكي وتكلميهم. أكلمهم إزاي أنت رخا؟ أهرب يعني؟ مش قصدي يعني، أو ده كل الشغل بتاع بكرة. طب مش افرض الكلاب دي تعورني؟ لا لا أبدا أبدا، دول كلاب هاديين جايبينهم إحنا مخصوص علشان كده. وسرقت لك كمان مندلها. أيوة. عشان تشمموا للكلاب المتوحشين اللي هتجيبهم، عشان لما يهجموا عليها يعملوا الواجب. ضروري يقطعوا حتت، يعملوها كفته، يعملوها بسطرمه. هم نظام. اما اشوف انا ولا انت يا بتاعت اتنين بيره ومزتهم وصلاحهم. بس خد بالك، عاوزك تصوره بصورة كويسة علشان هنصورها بقى في جرايد بكرة بالدعاية عن الفيلم تحت اسم طرزانة القرن العشرين. طبعا طبعا مخف. يلا حط فلوس على المخدة لما تنزل. مش انا مش انا مش انا. كله جاهز؟ خلي بالكم هنصور كلاك متاح. المعسلة يا بطاطا، 7-5 أول مرة. Oh.
وتفرسيه وتطلعيه